للحديث أكثر ينضم إلينا رئيس المكتب الإعلامي بالحرس الوطني الطاهر بن غربية. سيد طاهر، مساء الخير. بداية نود منكم تذكير المشاهدين عن ماهية جهاز الحرس الوطني وما هي دوافع إنشائه، وأن قرار إنشائه تقريبا كان منذ قرابة 5 سنوات أيضا، لماذا هذا التأخير؟ أولا السلام عليكم وعلى كل من يستمع إلى قناة التناصح. تحية مسائية طيبة أخي محمد لك ولكل السلام. من يشاهدنا الآن. بالنسبة للحرس الوطني، هذا الجسم نبادة أنشأ أول حاجة للملمة صفوف الأبطال الذين دائما يضحون بأنفسهم والذين دائما يتواجدون في الصفوف الأولى عندما يلبي الوطن وعندما تكون الحاجة إليهم، وأيضا لكي عندما تنتهي هذه الحروب وتنتهي هذه المطالب. بصراحة التدخلات من قبل الشباب في دائما في رد أي عدوان ما على الدولة الليبية وعلى الدولة المدنية وعلى حلم، بصراحة بالتحديد حلم أبطال 17 فبراير في الدولة المدنية. طبعا هذا الجهاز جاء لجمعهم في كيان وسميت في قرار من المؤتمر الوطني العام باسم الحرس الوطني. بصراحة بدأنا الشغل على تفعيل هذا القانون وإظهار هذا الجسم لحيز الوجود، وأكيد هناك كانت عراقيل ومصاعب كثيرة جدا واجهتنا. الكل يقول أو البعض يقول لا نريد أجهزة موازية، نقول لهم هذا جهاز ليس موازي بل يضم كافة وخيرة الشباب الذين دائما يدافعون على الوطن، الذين همهم الوطن وليس همهم أي شيء ثاني. أكيد الجهاز بإذن الله تعالى سوف يكون له تنسيقات كبيرة جدا مع وزارة الدفاع ورئاسة الأركان ووزارة الداخلية وكل أجهزة الدولة. أكيد الجهاز سوف يكون دعم حقيقي للدولة المدنية، أيضا سيكون من حماة الدستور الليبي بإذن الله عندما يكون لنا دستور وتكون لنا دولة مدنية حقيقية. طيب إلى أي مرحلة سيد طاهر، إلى أي مرحلة وصلتم في إعداد وتجهيز الحرس الوطني كاملا كهيكلية، يعني من ناحية الإجراءات القانونية والهيكلية التنظيمية للجهاز؟ بإذن الله تعالى سيكون كل شيء في وقته وفي حينه. أكيد وصلنا لمراحل نهائية، أقول نهائية، أطمن الجميع بأن هذه المراحل اللي وصلنا لها بصراحة هي مراحل نهائية. أبشر الجميع، دائما كنت أقول الخطوات كانت بطيئة ولكن الخطوات بإذن الله سوف تكون ثابتة، سوف ننطلق على قاعدة سليمة، سوف تكون لنا بصراحة انطلاقة في القريب العاجل وقريبا جدا. أطمن الجميع أن الانطلاقة سوف تكون فعلية. أيضا هناك دائما كنا على تواصل مستمر مع أجهزة الدولة، أيضا كنا على تواصل مع في اجتماعات مغلقة، ربما وصل عدد ساعات الاجتماع إلى 8 ساعات و9 ساعات متواصلة. جهد كبير جدا يبذله الجميع بصراحة. كنا قد هناك كانت بعض العراقيل والمشاكل ولكن استطعنا بإذن الله تعالى أن نتغلب على جميع هذه العراقيل والمصاعب، والآن بدأ العمل الفعلي للانطلاقة الحقيقية لهذا الجهاز. هذا الجهاز سوف يكون هو حامي الدولة المدنية، هذا يكون سوف يكون حامي منشآت الدولة بالكامل مع تنسيق. هذه طبعا سوف تكون يكون لنا تنسيق كبير جدا مع جميع الأجهزة الأمنية، وأيضا مع سواء وزارة الدفاع أو وزارة أو رئاسة الأركان أو وزارة الداخلية. نعم. أو بصراحة جميع الأجهزة الأمنية سوف يكون لنا تنسيق. البدء الفعلي سوف ينطلق قريبا بإذن الله تعالى، وطمن الجميع نحن نشتغل الليل. هل كان هناك تعاون من الوزارات سيد الطاهر، يعني بالنسبة للوزارات الأخرى أو المجلس الرئاسي، هل كان هناك قصور من قبل المجلس الرئاسي في دعم جهاز الحرس الوطني؟ والله بالنسبة للوزارات لدينا تواصل بصراحة مع رئيس الأركان، وكان تواصل إيجابي جدا جدا، أيضا مع وزير الدفاع وكان التواصل إيجابي جدا،
ممتاز أيضا، معنا تواصل مع الداخلية، والكل يصب في أن من مصلحة ليبيا والليبيين انطلاق هذا الجهاز الذي سوف يحمي الدولة المدنية ويحمي كل شيء. أيضا مجلس النواب كان معنا تواصل، وتواصل كبير جدا، والكل مشارك معنا في هذا الجهاز، والكل ينتظر الولادة، ولادة هذا الجهاز التي سوف تكون ولادة قوية، أي بمعنى الجهاز عندما يخرج سيخرج بإذن الله بقوة. الجهاز سوف تكون له عدة مهام، سواء حماية الدولة المدنية ومؤسساتها، أيضا سيكون شريك مع الأجهزة الأمنية بجنب، وتنسيق دائم مع جميع الأجهزة الأمنية. أيضا الجهاز سوف يكون محارب للفساد وظاهرة الفساد المستشرية في الدولة الليبية. الجهاز سوف يكون طبعا تبعية هذا الجهاز للقائد الأعلى للجيش الليبي، أي الآن للحكومة، أي حكومة متمثلة في الدولة الليبية، والآن طبعا تبع حكومة الوفاق، رئيس حكومة الوفاق. هذا الجهاز بإذن الله تعالى جاء ليخدم الشعب، هذا الجهاز من الشعب وليخدم الشعب، ليخدم الجميع، لم يكون موازن لأي جسم آخر، بالعكس سوف تكون هناك بصراحة له مكانة، وله بصراحة شعارة، وله زي موحد، وله كل شيء، معناها الجهاز جهاز ضخم جدا. الكل يسأل ما ماهية هذا الجهاز أو ما حجمه. أقول لكم حجم الجهاز بحجم كبير جدا، له عدة فروع وعدة بصراحة تخصصات كبيرة جدا. سوف تلم شتات أبطال 17 فبراير بالكامل الذين دافعوا عن الدولة المدنية، والكل بعد الحرب ما يجدش مكان يذهب إليه، سوف يكون الجهاز، سوف يتم استقطاب الجميع وإعادة تأهيلهم وإعادة تدريبهم ووضع كل شخص في تخصصه، وبإذن الله تعالى سوف يكون بادرة خير وفاتحة خير على جميع الليبيين. أقول للجميع انتظروا هذا الجهاز الذي بإذن الله تعالى سوف تكون له نقلة نوعية في سواء في استبداد الأمن داخل الدولة الليبية، وأيضا سوف يكون حامي الدولة الليبية من أي غزو سوف يهدد الدولة. ماذا عن وزارة الدفاع تحديدا سيد طاهر؟ كيف كان دور وزارة الدفاع تحديدا في دعم هذا الجهاز والعلاقة بين هذا الجهاز ووزارة الدفاع؟ طبعا هناك لجان تتواصل مع وزارة الدفاع ورئاسة الأركان والداخلية، أكيد دور جهاز وزارة الدفاع دور كبير جدا. أيضا هذه الوزارة طمأنت المسؤولين على أنها بصراحة واقفة بجانب هذا الجهاز، جهاز الحرس الوطني، كما هناك تطمينات أيضا من رئيس الأركان وبقوة بصراحة، سواء الدفاع أو الأركان، أيضا الداخلية الكل يقف معنا بقوة، أيضا مجلس النواب بقوة، هناك بصراحة حتى من المجلس الرئاسي نفسه الكل يقف مع جهاز الحرس الوطني، والكل ينظر أنه هو المنقذ الوحيد للليبيين من هذا المأزق، أو من الذي سوف يخرج الليبيين من عنق الجوجازة. أكيد الكل ينتظر ونحن ننتظر بدورنا ولادة هذا الجهاز. أطمن الجميع أننا لن نكون بصراحة إلا تحت تعليمات صارمة سوف تصدر للجميع، العقوبة سوف تنفذ على كل من يخطي، العمل لن ولن يكون عشوائي أو عبثي. بإذن الله تعالى سوف نكون حماة للمؤسسات المدنية، سواء المصارف أو الشركات أو الوزارات، أيضا الشباب. نعم. سوف ندفع بالكثير والكثير من الشباب أن يكونوا داخل مؤسسات الدولة، أن يكونوا ليس حماة هذه المؤسسات بل يكونوا هم داخل هذه المؤسسات وداخل هذه، لأن الشباب لدينا شباب كبير، عدد كبير من الشباب لهم مؤهلات علمية كبيرة، ولماذا لا يكونوا داخل هذه المؤسسات وفي السفارات الخارجية، ويكونوا لهم بصراحة دور كبير جدا لا يقتصر على الدور القتالي، بل سوف توزع المهام
بين قتالي وبين خدمي وبين أن يكون ضمن مؤسسات الدولة. من حقنا أن نقف مع شبابنا الأبطال الذين دائما نجدهم في وقت الحرب، ولماذا وقت السلم لا نجدهم داخل هذه المؤسسات ويكونوا العمود الفقري لبناء الدولة الليبية الحقيقية.